مع ازيك طلب، ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم الدكتور يوسف كنعان، بكالوريوس طب جراحه عامه جامعه النهرين، احد اساتذه اكاديميه القمم الطبيه، استاذ ماده الميديسن او الباطنيه. اليوم المحاضره هي 16 في سلسله محاضرات الماده، وهي السادسه في الكورس الثاني بعنوان التوكسوبلازموزز. باو، احنا اخذنا سلسله من المحاضرات عن الباراسيتولوجي، كلها ذني تعتبر انفكشوس ديزيزز، تمام؟ منها الهيلمنتس والسيستودز والنيماتودز اللي هي الديدان بين قوسين، واخذنا مثال اخر عن البروتوزوا، زين، اللي هو الملاريا. هذا ثاني مثال على البروتوزوا اللي هو التوكسوبلازما. فتعالوا ناخذ فكره شنو هي البروتوزوا. البروتوزوا هي عباره عن سنجل سيل ايوكاريوتس، هي حقيقيه النواه، يعني بيها ميتوكوندريا، بيها يعني النواه مالتها محاطه بغشاء، بيها يعني جولجي ابريتاس معقد، زين، ايوكاريوتس وسنجل سيل. زين، الميديكال امبورتنت يا هي اللي احنا يهمنا ونقراها، اللي هي البلازموديوم سبيشيز، اللي هي الملاريا اللي اخذناها من المحاضره السابقه، التوكسوبلازما هاي المحاضره الثانيه، زين، والليشمانيا والتربانسوما. زين، راح ناخذ احنا هذا اللي هو التوكسوبلازما. التوكسوبلازما عباره عن شو اسمه، باراسايت، زين، سنجل سيل، زين، اسمه يسبب التوكسوبلازموزز، اسمه هو توكسوبلازما جونداي، زين، او جوندي، اكو هيك الفضاء، اكو هيك. فالتوكسوبلازما جونداي هو يعني فالباراسايت يعيش عاده بالقطط، ديفينيتيف هوست مالته القطه، زين، الكات، زين. شنو شلون هي تحصل هذا الباراسايت؟ عن طريق انها تاكل اذر انيمالز. شنو الانيمال اللي هي عاده تاكل؟ تاكل الفاره، الماوس، زين، وهذا الماوس يكون يحضن منه هذا الباراسايت، تمام. فالديفينيتيف هوست اوف ذا توكسوبلازما از ذا كات. مهمه هاي، تجيكم ام سي كيوات، زين. التوكسوبلازما ممكن تجي لاي كائن حي، اي مامولز، شو اسمه، ابقار، فيران مثل ما حكينا، زين، الرابتس، وات ايفر، قطط طبعا هي الديفينيتيف هوست مالتها، زين. نجي نحكي عليها بعد. التوكسوبلازما هي انترا سيلولار، تدخل داخل الخليه وتضرها، زين، اكلها فيزز سكشوال واسكشوال، زين. السكشوال فيز عاده من اللايف سايكل مال الباراسايت يصير بالانتستاينال ابيثيليوم، زين، مال منو؟ مال كات، زين. وراها الاوسايت تطلع بالفيسز مال كات، زين، وتروح لاي هوست، اي شخص او اي انيمال ياكل يعني اكل ملوث بهذا الاوسايت مال القطه، زين، تمام. طبعا هي القطه وين تروح تسوي مالتها فيسز؟ بالسويل. السويل هاي ممكن بيها نباتات او بيها خضره، الانسان يجي ياخذها وياكلها، او الشيب يجي يتغذى على هاي الخضره، بالتالي هو يحصل هاي الباراسايت، زين. الباراسايت تعيش بالاجواء الرطبه لمده اسابيع واشهر، زين، تمام. فالتوكسوبلازما جونداي هي انترا سيلولار باراسايت، تدخل داخل الخليه، عندها فيزز منها السكشوال واسكشوال. السكشوال مالتها بالانستاينال ميوكوزا او الابيثيليا، مال منو؟ مال الكات. الكات يعني جوا الجي اي تي مال الكات، تبدي تتطور وتعطيك اوسايت، زين. الاوسايت هذا يطلع بالفيسز ويروح يعدي الانترميديت هوستس، اللي هم منو؟ البيج، الشيب، الهيومن، الرابتس، المايس، زين. وهاي الاوسايت تبقى بالاماكن الرطبه فور ويكس اور مانس، زين. هاي هي الاختصار اللي احنا حكيناه، زين، ماشي. هاي الاوسايت تجي بالفيسز، تروح ذول الهوست مالتنا، وتروح للشخص، زين، اللي هو اللي احنا ننصاب، زين، عن طريق انه ناكل هاي الحيوانات الملوثه بهذا يعني التوكسوبلازما، او ممكن عن طريق الفيسز، زين، راسا يعني دايركت، انه اني اكل الفيجيتابلز، يعني اني يجيني لو اني اكل حيوان نمطه جيد، زين، وهو بي هاي التوكسوبلازما، لو اني اكل الفيسز دايركت، يعني اكل اوسايت من الكونتامينيتد فود وذ فيسز، يعني ما اكل فيسز، زين، يجيك يعني للشخص، ويروح وين عاده؟ يروح للبرين، ويروح للمصل، اكثر مكانين يروح بالتوكسوبلازم، زين. تعالوا نقرا هذا الحكي. Once they are ingested, the parasite transform into dividing اسمها tachyzoids، زين، tachyzoids. تاكي معناها rapid، فهي سريعه، زين، وهاي الارتباط او الانقسام هو asexual، لانه سريع فيصير بسرعه واسكشوال، زين.
بعد ما يتم اكلها طبعا. زين وراها هاي التاكيزويتس توصل للتشو وتبقى بالتشو وتتحول الى شغله اسمها براديزويتس، يعني من توصل للتشو اسمها براديزويتس. زين الكات ممكن هي يعني تصاب عن طريق من قلنا تاكل فد حيوان بي هو هذا اللي يعني خلينا نقول التوكسوبلازما ويبقى بداخلها. زين ويعني ورا ما هي تاكل هاي الباراسايت زين يبقى بالتشو مالتها زين وتبدي هي بروديوس هذا الباراسايت ثرو ذا فيسز. زين حلو زين التاكيزويتس هاي بالدم شوفوا وشون وصلت عن طريق انه جتي من الاوسايت اللي هو انأكل عن طريق الجي اي تي. زين وهي اسمها تاكيزويتس توصل تروح بسرعه بالدم حتى تروح للتشو تستقر هناك فتتحول الى براديزويتس. زين تمام microscopic tissue cyst develop containing bradyzoites which persist for a lifetime in the host. ممكن تبقى forever. زين الكات ممكن هي تصاب عن طريق انها لما تاكل الرودنت زين اللي هو والبيرد اللي بيهم هذا المرض. زين وري انفكتد انه هي مو تنتج السويل يعني تنتج بالفيسز السيست تجي تاكل اكل ملوث بهذا السيست مره اخرى وتسوي اوتو انفكشن لنفسها. زين كلام ما هالقد مهم عن اللايف سايكل بس اهم شيء نعرف البراديزويتس هي اللي تبقى بالتشو، التاكيزويتس هي اللي ورا ما تنبلع زين ورا ما يعني يصير لها انجستنز تروح بالبلاد. زين زين باراسايتس فورم دورمنت سيست هاي اكياس ار كومن ان ذا برين اند ذا مسل مثل ما حكيت لكم. زين هذا السيست شنو تركيبته؟ ثين كابسول وينصبغ بسيلفر ستين ما يحتوي على البراديزويتس مثل ما حكينا. زين هو ستيبل ما ممكن ما ياذي ويروح. زين بس اذا البيشنت اميون سبريست هنا يبدي يسوي مشاكل. زين لازم البيشنت الاميونتي مالته عاليه حتى يقاوم هذا المرض او هذا الباراسايت. زين ماشي هيومن انفكشن عن طريق منو؟ عن طريق الاوسايت اللي هو لوب السويل. زين اللي هي السويل احنا ايش ناكل منها؟ ناكل من الفيجيتابلز. هاي الفيجيتابلز ممكن تكون بها السيست واني اجي اكل السيست ما اغسله زين الخضره بالتالي اني انصاب بهذا المرض او عن طريق انه اكل لحم اللي هو المصاب مثل ما قلنا هو الانترميديت هوست اي كائن مامالز فاحنا نجي ناكل الشيب وما نطهو الشيب جيدا فبالتالي احنا نحصل هذا المرض. زين اكو حالات تجي طبعا حتى بالانفلترد ووتر ممكن تلقى لانه قلنا تعيش بالمويست اريا لفتره صح ولا لا؟ الديفلوبد كونتريز التوكسوبلازموز از ذا موست كومن بروتوزوال انفكشن 22% اوف الادلت ان يو كي ار سيرو بوزيتيف. تخيلوا يعني ديفلوبد ذولا مو احنا هم كلش كومن عندهم التوكسوبلازموز. زين زين البرايمري انفكشن عاده سب كلينيكال يعني ما يطلع لك اعراض. زين about 15% of heterophil antibody negative infectious mononucleosis. Infectious mononucleosis هو عبارة عن lymphadenopathy يجيك البيشنت هذا هم يجيك lymphadenopathy. زين فأني من أجي أفحصه هو يعني البيشنت هو lymphadenopathy بس يعني مو شرط هو infectious mononucleosis هو أصلا toxoplasmosis. زين فهو النيجاتيف المونونيكليوسز يطلع نيجاتيف فهو 15% ترى هذا توكسوبلازموزس مو انفكشوس مونونيكليوسز مو تمام. زين بانديا وبرازيل 40 الى 60% من البريجننت فيميل هم سيرو بوزيتيف. تخيلوا واحنا التوكسوبلازما من يعني توصل للطفل تاذيه حتى هي من الشغلات المؤذيه للطفل لذلك يعني لازم البريجننت وومن يعني ما تنصاب بهذا المرض. زين جماعة الـ HIV اللي هم immune compromised دولة خطية يعني من ينصابون عندهم high morbidity and mortality. زين وأكو بعض الأشخاص يصير عندهم generalized toxoplasmosis زين after accidental laboratory infection with highly virulent strains. يعني أكو بعض الـ strains من الـ toxoplasmosis تكون كلش قوية ويصير generalized البيشنت ويعني بيها موربيديتي ومورتاليتي عاليه. هذا السلايد تفهمون منه تعرفون انه الاتش اي في عنده هاي موربيديتي اند مورتاليتي الانفكشن هو سب كلينيكال ما يبين. زين وحتى مرات اني كديفرنشال هو ديفرنشال داينوز ما توكسوبلازموز از انفكشوز مونينيكليوسز لان تقريبا نفس الكلينيكال بيكتشر هسه ناخذها. زين انه هي شنو انه تسوي لك لينفادينوباثي.
زين، وزين الانفكشوس مونوكليوسز 15% من اني اجي افحص الانفكشوس مونوكليوسز والقاه نيجاتيف، هذا 15% ممكن هو ترى شنو شو اسمه اللي هو التوكسوبلازموسز. زين ماشي. الكلينيكال فيتشرز اميون كومبتنت بيشنت يروح هيج اسمبتوماتيك وان نوتسد في مالنا. زين 10% من البيشنت هو سيلف ليميتنج زين، ويا ايج جروب عاده زين ال 25 35. طبعا حتى التشيلدرن والبريجننت وومن زين اللي هم اميون كومبتنت عاده ما تلقاهم يعني تبين عليهم اعراض. زين شنو البريزنتنج فيتشر اللي انا ببالي دائما من اقول توكسوبلازموس يساوي بينلس ليمفادينوباثي، الغدد الليمفاويه تورم وهي تكون بينلس غير مؤلمه، تجي كونسي كيو، هاي كلش مهمه. زين يا لنف نود عاده اللي تنضرب اللي هي بالسرفايكال اريا زين، ومرات همينا الميديستاينال ميزنتريك ريتروبريتونيال ذولا همينا ينضرب. السبلين از نوت او ريرلي بالبابل زين، يعني عادي ماكو سبلينوميجالي. زين توكسوبلازم از مونونيوكليوسيس لايك سندروم، مو قلت لكم يتشابه. زين موست بيشنت نو سيستميك سيمبتومز زين، ممكن هاي برودورمال اللي هي جنرال ماليز فيفر فتيج مسل بين سور ثروت هيديك، لان الحبشكلات اللي تقدر تشمها شلون ما كان. زين بس اهم شيء اهم شيء كتوكسوبلازموزز از سيرفايكال ليمفادينوباثي، هاي بعدكم دائما هو من الديفرنشال دايجنوستيك اند ات از الايك شنو انفكشوس مونونيوكليوسيس. زين السبلين از ريرلي بالبابل. زين كومبليت ريزوليوشن عادة احنا قلنا جوز ان نوتست within few months، يعني تحتاج لك في شهر او عده اشهر حتى البيشنت يعني يصير له ريكفري. زين الليمفادينوباثي ممكن تروح وتجي فلكتويت. زين تمام. الجماعه اللي دو نوت ريكفر كومبليتلي ممكن يطول الى يير اور مور. كومبليكيشنز مهم حاطكم اياها بالاحمر البولد اللي هو انكيفالايتس مايوكارديتس بوليمايوسايتس زين نيمونايتس هيباتايتس كل شيء قلب وبرين ولانج هارت ولانج وبرين وليفر كلهم والعضلات. زين اكو فد كومبليكيشن اسمه ريتينوكورديتس اللي هو كورودايتس عفوا اللي هو يروح للكورويد والريتينا ويسوي لها انفلاميشن. زين طبعا هذا عاده بالكونجنتال تجيكم ام سي كيو از موست كومن بالكونجنتال او مور كومن بالكونجنتال، بس بالادلت ممكن تجي مرات يحط لك هاي الكومبليكيشنز كلها. ذا موست كومن كومبليكيشن يوجوالي ذا كومبليكيشن ذات اكرز ان كونجنتال بيريود ان توكسوبلازموس، يا هي يحط لك البوليمايسايتس نيمونايتس هيباتايتس ويحط لك الريتينو كورودايتس فتختارها، هي اللي تصير بالكونجنتال انفكشن اكثر شيء. زين كونجنتال توكسوبلازموزز طبعا احنا حكينا التوكسوبلازما ان جنرال هي اسمبتوماتيك وما تاذي، خاصه انه اذا هو اميون كومبتنت حتى البريجننت والتشلدرن حكينا ما تاذيهم. زين بس مشكله ممكن تصير اللي هي كونجنتال توكسوبلازموزز تاذي الطفل وتسبب له ريتينو كورودايتس، يصير التهاب بالكورويد بودي بالريتينا اللي بالعين ويسبب ممكن بلايندنس. زين فاكو ستدي قالت انه 1% تقريبا من البريجننت وومن بالعالم زين ممكن يصابون يعني بالتوكسوبلازما. زين 60% التوكسوبلازما بهاي البريجننت وومن زين يروح يعبر للفيتس. زين ماشي عبر للفيتس عنده فرصة 40% انه يسبب له الديزيز. زين وعادة الديزيز كل ما earlier in the gestation كل ما more severe. اكو هواي infections تروح سب كلينيكال اللي هي 60% اللخة. زين بس ممكن يصير فت sequelae يعني يسبب ك congenital disease اللي هو retinochoroiditis microcephaly وhydrocephaly بال 40% اللي هم قلنا يسبب بيهم الديزيز. زين واضحة تمام. زين فرضا بيشنت جتي واني سويت لها تحاليل يعني اعتياديه وطلعت هي بوزيتيف زين توكسوبلازما، وتقول لك دكتوره اني انت دكتوره تقايني زين جتش قالت لي دكتوره اني اريد احمل، قال لا انت بوزيتيف ما يصير تحملين عندك توكسوبلازموزز واذي الطفل كلش ماشي
زين تقول لي ايش وقت يروح هذا الانفكشن؟ راح يروح ورا شهرين ثلاثه فيو مانثس. زين ماشي، تجيك بالشهر الرابع او الخامس، زين تقول لك او خلينا نقول سادس، تجيك ورا 6 شهور تقول لك ها دكتوره يلا نسوي تحاليل، انا اريد احمل. تظل بوزيتيف، تقول لك ها دكتوره انا مو انشافيت، مو قلت لي المفروض انشفي؟ تقولها اي، بس اكو بعض الناس يبقون هم بوزيتيف، يبقون سيرو بوزيتيف، يعني الانتي بوديز بعدها موجوده، بس انت تقدرين تحملين اعتيادي، انت هسه حاليا ما عندك المرض راح، زين تبقين انتي بوديز بوزيتيف بس اعتيادي، تقدرين تحملين وماكو خطوره على الطفل. زين واضحه هاي الفقره؟ سيرو بوزيتيف فيميل انفكتد 6 مانثس بيفور الكونسبشن هاز نو ريسك اوف فيتال ترانسميشن. واضحه؟ يعني لازم ان الفيميل مصابه قبل 6 اشهر ات ليست، زين من الكونسبشن. تمام؟ ان شاء الله وضحت. كانفستيجيشن، زين الاميون كومبرومايزد، زين بيشنت مالته المناعه مو زينه، لازم اتشيك، زين اوفن الدايجنوسز دايركت ديتكشن اوف ذا باراسايتس. زين اما المناعته زينه فهو السيرولوجي از خلينا نقول الموداليتي اوف تشويس. زين شنو هي الطريقه مال السيرولوجي اللي هي اسمها سابين فولمن داي ام سي كيو. زين تستخدم فد فلورسنت انتي بودي تيست، ماكو داعي بالتفاصيل، بس هو يسوي لك ديتكشن اوف الاي جي جي انتي بودي. زين هو هذا موست كومنلي يوزد. زين مالتك ايش قد النسبه ممكن يوصل فور فولد، زين انكريز، والبيك مالته كلش يصير كلش عالي within 1 to 2 months ويبدي يقل. زين ورا هاي الفتره احنا شوفوا قلت لكم فيو مانس، وهذا هو ورا هاي الفتره اي انتي بودي ديتكشن هذا ان ريلايبل، يعني هذا هو يعني ماكو داعي، ممكن يكون هو هاي فعلا بس الديزيز ما موجود. تمام واضحه؟ زين اني طبعا عندي نوعين من الانتي بودي، الاي جي ام والاي جي جي. الاي جي جي معناها اولد انفكشن، اما الاي جي ام المستعجل، الميم مستعجل ام، فهو اكيوت انفكشن. فوجود التوكسوبلازما اي جي ام انتي بودي بوزيتيف، زين هذا يدل على اكيوت انفكشن. اكو بعض المرات انتي بوديز ونوعها اي جي ام تظل موجوده لسنين، وهاي شويه تخربطنا. حكينا حكينا وحكينا مرات اكو انتي بوديز تبقى فور لايف، فما علينا. زين بس اذا هو اي جي ام نيجاتيف فهذا يبعدنا من الخطوره مال الريسنت انفكشن. زين حتى لو الفيميل اذا هي نيجاتيف اي جي ام تقدر تحمل اعتيادي. زين اهم شيء رول اوت اوف ريسنت انفكشن، فالاي جي ام بوزيتيف يساوي اكيوت انفكشن، ريسنت انفكشن. ماكو اي جي ام اكو ممكن اي جي جي، فبالتالي هذا اولد انفكشن. زين في خلال الحمل اتس كريتيكال، اهم شيء مهم جدا انه نعرف هل هذا past infection او يعني recent infection، هل هو acute او old. زين ال IgG antibody اذا موجوده، زين فهذا معناه هذا يعني infection صار بالثلاثة الى اربعة months ago. زين وهو يعني يساعدنا في انه يابا انت تقدرين تقوليها هسه انت تقدرين تحملين. زين وجود ال IgG antibodies excludes the acute infection. اكسكلود اكيوت انفكشن، ماكو اكيوت. حكينا اي جي جي يساوي قديم، يعني اتليست هي 3 الى 4 مانس انصابت، فاحنا قلنا اعطيناها في المانثين زياده 6 مانس يابا حمدي. زين واضحه؟ تمام. اكو بعض الحالات لازم اسوي لينف نود بايوبسي، هيستوكيميكال تيست او بي سي ار. زين تمام. فعندنا اثنين انتي بودي كاختصار اي جي ام واي جي جي. اي جي ام هو للمستعجل للاكيوت انفكشن، واذا ما موجود فهذا اولد انفكشن. زين بالبريجننسي شنو التيست اللي اسويه؟ اسوي له همين انتي بودي. وجود الاي جي جي معناها هذا الانفكشن صار اقل شيء قبل 3 الى 4 مانس، ونقولها يابا حملي على راحتك. زين المانجمنت، الجماعه المناعتهم زينه لا تنطيهم انتي بايوتك لانهم اصلا ما راح يستفادون، وبورلي ريسبونس لانتي مايكروبيال ثيرابي. زين هو اصلا سيلف ليمتد ويروح بوحده. زين البيرسون هو اميون كومبرومايز ضد اتش اي في، مثلا ياخذ كيمو ثيرابي وهكذا، تقدر تعطي سلفاديازين باريميثامين وفولينيك اسيد. زين هي بريجننت وومن، زين ايش تعطيها؟ تعطيها سبيرامايس. تمام سبيرامايس.
اوكي هذا التريتمنت اوف تشويس ان بريجننسي فور توكسوبلازموز ام سي كيو جيكو. زين تاكدت انه الفيتس هو انصاب زين عن طريق ممكن تسوي له الامنيوسنتيسس تسحب وتشيك اكو تيست هيجي زين فمو تعطي سبيرامايسن لان سبيرامايسن كانت شنو كروس ذا بلاسنتا، تنطي سلفادياسين باريميثامين وفوليك اسيد همينه حتى تحاول انه يعني تقلل التشانس اوف كونجينيتال توكسوبلازموزس فور ذا فيتس. تمام واضحه؟ يعني التريتمنت مالتنا زين اميون كومبتنت مناعته زينه ما تنطي شيء سيلف ليميتنج، مناعته مو زينه سلفادياسين باريميثامين فوليك اسيد. زين بريجننت وومن سبيرامايسن زين استابلشت فيتال انفكشن نفس الخلطه مال اميون كومبرومايز اللي هي سلفادياسين باريميثامين وفوليك اسيد. وضحت؟ وضحت. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا، محاضره قصيره لطيفه. زين اي سؤال انا موجود ان شاء الله. في امان الله وحفظه.